مساء الخير مشاهدي بلقيس اينما كنتم، ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج حيث الانسان. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. ارحب بكم الى الحلقه الثالثه من برنامج حيث الانسان، هذا البرنامج الذي يسعى لتسليط الضوء على القضايا والحالات الانسانيه المنتشره في المجتمع اليمني. من خلال هذا البرنامج نحاول كشف حجمها وتاثيرها ونلفت الانتباه اليها بطرق مختلفه. في حيث الانسان نعرض لكم قصص من واقع الناس في اليمن، ونتشارك معا في تلمس الاحتياجات للعديد من المناطق والفئات المجتمعية. في نهاية كل حلقة لدينا سؤال وجوائز مالية توزع للفائزين معنا طيلة ليالي شهر رمضان المبارك. قبل أن نذهب لمتابعة حلقة الليلة وتفاصيل هذه الحلقة، أذكركم بأسماء الفائزين معنا بحلقة الأمس والتي فاز فيها 3 مشاركين بمبلغ 100,000 ريال لكل فائز منهم. كان الفائز الأول عبد الجبار محمد الرعيني من محافظة إب وفاز ب 100,000 ريال، مبروك لعبد الجبار. والفائز الثاني الأخ معاذ محمد أحمد الشيباني من صنعاء وأيضا فاز ب 100,000 ريال، مبروك لمعاذ. والفائز الثالث إبراهيم أحمد عبد الله القبيسي من محافظة مأرب وأيضا فاز ب 100,000 ريال. الليلة وكل ليلة لديكم فرصة للفوز بثلاث جوائز مالية كعبد الجبار ومعاذ وإبراهيم، وما عليكم المشاركة معنا في برنامج حيث الإنسان. بانتظاركم جوائزنا وقيمة كل جائزة 100,000 ريال. أذكركم مشاهدينا الكرام بأن المشاركة في المسابقة لا تتطلب أكثر من إرسال رسالة واتساب بشكل مجاني من خلال الرقم الظاهر معكم على الشاشة، فقط إرسال رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، إما 1 أو 2 أو 3. لكل متسابق الحق بإرسال رسالة واحدة وإتاحة الفرصة للمتسابقين الآخرين. بمجرد إرسالك رسالة واحدة بالرقم الصحيح أنت دخلت معنا في السحب على الجوائز المالية اليومية في برنامج حيث الإنسان. المشاركة في المسابقة، لديكم مجال للمشاركة في المسابقة حتى 5 مساء اليوم التالي، يعني يوميا لليوم التالي الساعة 5 مساء بإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج. حلقة الأمس كانت بعنوان مناطق معزولة وحياة دون طبيب. ذهبنا من خلال هذه القصة إلى منطقة معزولة ومغيبة عن دائرة الخدمات والتعليم، كانت ما بين محافظتي المهرة وحضرموت. في نهاية حلقة الليلة سنعرض لكم أرقام الفائزين وسنقوم باختيارهم بشكل عشوائي من خلال القرعة، والذين أجابوا إجابة صحيحة على سؤال الأمس. وكان السؤال يقول: كم يستغرق من الوقت أهالي مسيرة الأحرار حتى يصلوا إلى أقرب مركز صحي؟ وكانت الاختيارات 3، هل 8 ساعات أم 3 ساعات أم 5 ساعات؟ وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول، 8 ساعات. في حلقة اليوم لدينا قصة جديدة ومسابقة جديدة وسؤال جديد، سنعرض هذا السؤال من خلال تفاصيل القصة التي ستعرض في حلقة الليلة وقيمة كل جائزة 100,000 ريال. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة الليلة من حيث الإنسان. مشاهدينا نذهب معكم الليلة إلى محافظة إب لنتابع تفاصيل معركة مع الحياة تخوضها أم فارس من أجل إعالة أطفالها وتعليمهم، ونتابع معا كيف حاولنا في برنامج حيث الإنسان نقل معركتها من صندوق الورق إلى صندوق أكبر يتسع كالحلم الذي راود أم فارس. تفضلوا بمتابعة القصة معنا. يقفون على باب هذه المدرسة، باب الرزق الوحيد بالنسبة لهم للدخول إلى غمار الحياة اليومية ومقاومة أعبائها الثقيلة بما منحتهم من مقوماتها البسيطة. في ركن المدرسة أيضاً تجلس هذه المرأة أمام صندوقها الصغير. صندوق يعينها على إعالة أطفالها الثلاثة علهم يتمكنون من الاستمرار في الجلوس بين جدران مدرسة أخرى لا تبعد عنها كثيراً. متحملة بالإيجار ومتحملة 3 أطفال ومصاريف ومدرسة والمادة يعني مش معي دخل، ما معي إلا بيع سمبوسة يعني دخل من 700 800 500، هي حق إيجار، هي حق مصاريف طبعا للبيت، حق مصاريف للمدرسه، كتب، الجهال، حق علي اشياء اشتري حاجات اشتري احتياجاتهم، ما تغطيش.
يعني معظم الايام انا وعيالي ناكل وجبه واحده قسم بالله. ثلاث ساعات يومياً تقضيها أم فارس في صناعة السمبوسة في بيتها الذي لا يقل بساطة عن مصدر دخلها. أقوم من ما أقوم بالصبح الفجر وأصلي، أقوم أصلي طبعاً وأرجع أعجن السمبوسة وأرجع أقطعه وارجع اصلح الف اصلح العدس من الساعه 7 للساعه 10 ان شاء الله. بعد هذا ابزه اصل المدرسه، والله بالمدرسه يعني طبعا البنات العام المدرسه بالصبح والولد يطلع بالفتره المسائيه الظهر الساعه 12. اوصل لما المدرسه المشرف حق المدرسه يمنعني انني ادخل المدرسه، كل بيجي بالشارع يعني تخيلني واني مكلف اتفقس قدام الناس بالشارع، اقول لهم ما يصلحش عني يدخل بعد داخل اني مكلف، يقول ممنوع. يعني لا يلا يا متولي بعد ابي علي من جيز البيع عند الباب. بعض الاحيان اكمله وبعض الاحيان اروح نصه. اتروح من المدرسه، طبعا بناتي قد تروح من المدرسه. اتروح انا نعين اي حاجه نتغدي، واطلع الاولاد المدرسه بالفتره المسائيه اسمه، ولا ابغى اقلل السمبوسه خلي الاولاد لما يتروح من المدرسه يبيعها بحاله. وهذه حياتي يوميا اتحمل ايجار، يعني اروح من بعد السمبوسه 500 700 800 بقى روحت 1000 يعني بقى حصلت 1000. كلما تزايد عدد الأيادي حول بضاعتها تزايدت فرصة وصول لقمة العيش إلى أيادي أطفالها، وتزايدت معها فرصة استرجاع رأس المال للاستمرار في السير داخل دائرة حياتهم الضيقة وربما توسيعها قليلاً. كجميع الأمهات لأم فارس أحلام، أحدها أن ينمو هذا المشروع الصغير الحبيس في صندوق حتى ينمو معه أبناؤها، وتصغر بالمقابل همومها العالقة في قائمة الطلبات التي تظل دائماً ممتلئة ومفتوحة أمامها دون تلبية نظراً لغياب المادة وعجز الحيلة. لو إنسان يفعل خيرك يعمل لي مشروع صغير يعني مدخل رزق عشان أقدر أعيش من عيالي، أقدر أدفع إيجار، أقدر أربيهم تربية صح، أعلمهم تعليم صح، لأنني ما قدرت، صعب علي. ولكي يصبح هذا الحلم الصغير واقعاً، تحرك فريق حيث الإنسان. سيكون هذا المكان لاحقاً الصندوق الكبير لأحلامها ولأبنائها، عوضاً عن صندوق السمبوسة الذي لم يكن يتسع لهموم البقاء على قيد الحياة. أصبح المحل الآن ملكاً لها، لكنه ما زال فارغاً وينقصه بعض التجهيزات ليصبح الحلم البسيط كاملاً. لذلك تحرك فريق العمل لشراء الأثاث والمعدات الخاصة لإعداد الفلافل والسندوتشات. أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان،
أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. الآن فقط أصبح الحلم مكتملا، وأصبح بإمكان أم فارس الوقوف على قدميها لمواجهة متطلبات الحياة، فبيدها سلاح يساعدها على الانتصار في معركتها اليومية مع الحياة. الحمد لله، يعني هذه حاجة ما كنتش متوقعتها، يعني كنت أحلم بها مجرد حلم، الحين حققتها لي أصدق الحقيقة. اللي لما أقوم بالليل وأني نوم أذكر إنه معي مشروع هكا يطر النوم، عارفش نوم أن الفرحة يعني ما أصدقش النوم أصدق. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا. مشاريع قد يراها بعضهم صغيرة، لكنها في عيون هؤلاء قد تكون مفتاحا للخروج من باب الحياة الضيق إلى مساحة أوسع. إذن معكم مرة أخرى مشاهدينا في برنامج حيث الإنسان، شاهدنا معا قصة صندوق من ورق كانت من محافظة إب، واستعرضت جانب من واقع المرأة اليمنية وهي تخوض معركتها مع الحياة والغم الاجتماعي وقسوة الحرب. يا صحيح، لفتة ليست بالمكلفة كثيرا، لكنها خطوة ساعدت في شق جزء كبير من الطريق الشاق والطويل أمام أم فارس لتنتقل ربما إلى الضفة الأخرى من مكانها على هامش الحياة. كان لأم فارس القدرة والعزيمة على مواجهة الحياة الصعبة ومتطلباتها اليومية الكثيرة، لكنها كانت تفتقد إلى الإمكانيات. إذن مشاهدينا، تابعنا معا هذه القصة، وسؤال حلقة الليلة بالتأكيد سيكون من تفاصيل القصة التي عرضت هذا المساء. وسؤال حلقة الليلة يقول، وسيظهر معكم على الشاشة، السؤال يقول: ما هو المشروع الذي تم تنفيذه لأم فارس؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول محل خياطة، الاختيار الثاني مكتبة، الاختيار الثالث محل فلافل. أذكر بسؤال حلقة الليلة، والسؤال يقول: ما هو المشروع الذي تم تنفيذه لأم فارس؟ والاختيارات هي: الاختيار الأول محل خياطة، الاختيار الثاني مكتبة، الاختيار الثالث محل فلافل. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا، تابعتم معنا سؤال حلقة الليلة، وللمشاركة معنا في إجابة هذا السؤال والفوز بالجوائز المالية الثلاث المرصودة في كل حلقة من حلقات برنامج حيث الإنسان، ما عليكم سوى إرسال رقم الإجابة. أذكر فقط، إرسال رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، إما رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة. لكل مشارك الحق في المشاركة معنا، ويفضل أن يشارك بإرسال رسالة واحدة حتى تتاح الفرصة لباقي المشتركين والتواصل، لأنه خلال الحلقات الماضية ربما حصل ضغط كبير من خلال المشاهدين على المشاركة في البرنامج، خصوصا وأن هناك مجانية في المشاركة في البرنامج، فكان هذا الضغط موجود. فأرجو من كل مشاهدي قناة بلقيس وبرنامج حيث الإنسان للإجابة على السؤال فقط إرسال رقم الإجابة، إما رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، الرقم فقط، وأذكر الرقم فقط. وبإمكانكم المشاركة من الآن وحتى يوم الغد الساعة 17:00 عصرا
للفوز معنا بالجوائز المالية الثلاث. الآن وصلنا إلى لحظة إعلان الفائزين معنا على سؤال الأمس، والسؤال الأمس كان يقول: كم يستغرق أهالي مسيرة الأحرار من الوقت حتى يصلوا إلى أقرب مركز صحي؟ وكانت هناك ثلاث اختيارات، الاختيار الأول كان 8 ساعات، الاختيار الثاني 3 ساعات، والاختيار الثالث 5 ساعات، وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول 8 ساعات. كل من أجاب واختار رقم واحد لديه فرصة للفوز ب 100,000 ريال من بين 3 جوائز، وتحديدا من أرسل رقم واحد فقط، لكن من أرسل رقم واحد وأضاف كلام وأحرف ربما هو خارج المنافسة. أذكر فقط ترسلوا رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3، وكل مشارك يفضل أن يرسل مرة واحدة حتى تتاح الفرصة للبقية. والمسابقة هذه طبعا لمن يسأل هي مخصصة فقط للأرقام اليمنية لمن هم في الداخل. وبالتأكيد حلقة الأمس أعلننا عن أسماء 3 الفائزين وتم التواصل معهم وستصلهم جوائزهم قريبا إن شاء الله. وكان الفائزين معنا في حلقة أمس الأخ عبد الجبار الرعيني من إب، وأيضا معاذ الشيباني من صنعاء، وإبراهيم القبيسي من محافظة مأرب. الآن سنختار 3 فائزين على سؤال الأمس، وسيفوز كل واحد منهم ب 100,000 ريال يمني. الآن نقوم باختيار الفائز الأول معنا في حلقة اليوم. بسم الله. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 00967733235841، مبروك له 100,000 ريال، مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 100,000 ريال، وسيتم التواصل معه من خلال فريق الإعداد لمعرفة اسمه وتفاصيل إقامته في أي محافظة هو موجود. إذن مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة مبلغ 100,000 ريال يمني. الآن نختار الفائز الثاني معنا. ألف مبروك أيضا لصاحب الرقم 00967734974388، مبروك أيضا لصاحب الرقم والظاهر معكم على الشاشة، فاز معنا ب 100,000 ريال يمني، وسيتم التواصل معه أيضا من خلال الزملاء في الإعداد والتعرف على اسمه ومن أي محافظة، وأيضا التواصل معه وإرسال الجائزة 100,000 ريال، مبروك لصاحب الرقم. الآن نختار الفائز الثالث معنا في حلقة اليوم. ألف مبروك لصاحب الرقم 00967711174. ألف مبروك 100,000 ريال من نصيب صاحب الرقم الثالث والظاهر معنا الآن على الشاشة 100,000 ريال يمني. جوائزنا ما زالت موجودة ومستمرة ومتواصلة معكم في برنامج حيث الإنسان، وكان اليوم أيضا لدينا سؤال، وقيمة الجوائز أيضا في حلقة اليوم 3 جوائز، قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني، فقط الإجابة عن السؤال الذي كان معنا اليوم والفوز بهذه الجوائز. وأذكر أن الفائزين الذين اخترناهم بشكل عشوائي معكم على الشاشة سيتم التواصل معهم من خلال الزملاء في فريق الإعداد ومعرفة اسمهم من أي محافظة وإرسال المبالغ المالية لهم. وهذه المسابقة أذكر أنها مخصصة للأرقام اليمنية. وبرنامج حيث الإنسان برنامج إنساني، لكن هناك هذه الفقرة المسابقاتية أيضا إلى جانب تقديم المشاريع والمبادرات التي عمل عليها فريق البرنامج في الميدان، أيضا إجابة هذه الأسئلة والتي هي من وحي البرنامج، أيضا الجوائز الهدف منها أيضا مساعدة الناس وأهلنا في اليمن في ظل الظروف التي نعيشها للأسف. إذا مشاهدينا الكرام أذكركم بأنه بإمكانكم المشاركة معنا اليوم في سؤال اليوم، وإرسال فقط رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة. وقصة اليوم كانت بعنوان صندوق من ورق، وانتهت هذه القصة بعمل محل لأم فارس أسمته بمحل فلافل المجد. ربما نساعدتكم الآن نوعا ما في الإجابة على هذا السؤال. ننتظركم في الغد وحلقة الغد وإعلان 3 الأسماء الفائزين. وأذكركم لآخر مرة بسؤال حلقة الليلة: ما هو المشروع الذي تم تنفيذه لأم فارس؟ الاختيار الأول محل خياطة، الاختيار الثاني مكتبة، الاختيار الثالث محل فلافل. إذن مشاهدينا الكرام أذكركم في ختام هذه الحلقة بأنه بإمكانكم مشاهدة حلقة اليوم من خلال أوقات الإعادة أو من خلال موقع القناة وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وتويتر. صوما مقبول وحظا أوفر وفي أمان الله.
بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.